ظلت ليبيا تكافح في ظل الصراع والحرب لأكثر من 5 سنوات. إن الطريق نحو السلام غير مؤكد، إلا أن إشراك المرأة في مناصب السلطة، في مفاوضات السلام وفي الخطاب العام قد طرح كطريقة لتحويل مجرى الصراع. المرأة الليبية قادرة، نشطة وجديرة، ولكن إدماجها في بناء مستقبلها ما زال كفاحاً مستمراً. المجتمع أيضاً لازال يعامل المرأة أن هي مرأة أقل كفاءة، أقل إمكانيات، قدراتها أقل، فعاليتها أقل، يعني دورها يكاد يكون غائب، مغيب مش غائب. فهي الصحفية في النهاية امرأة، فالمجتمع يتعامل مع الصحفية كما يتعامل مع المرأة في ليبيا. التقارير الإخبارية عادة لا تكون فيها أصلاً، لا تكون موجودة هي أساساً للمرأة، وإن وجدت حتوجد بالشكل النمطي. يعني بطبيعة الحال لابد تغيير الكثير من المفاهيم، تغيير كثير من التشريعات. القدرة على التعبير، القدرة على جعل الآخرين ينتبهون لك، القدرة على طرح الأفكار، هذه هي القدرات التي تسعى إليها الصحفيات في ليبيا، وهي نفس الحقوق التي تسعى إليها كل نساء العالم. الإدماج الهامشي للمرأة في الحياة العامة ولا سيما في الإعلام يتجاهل حقها في العمل من أجل تحقيق سلام مستقر ومستدام، وفي شق حيز خاص بها يتجاوز الأدوار التقليدية الموروثة. الإعلام أيضاً له دور أيضاً في تثبيت أو ترويج للصورة النمطية للمرأة. المرأة محصورة فقط في أن هي مكير أو تدير مكياج، أن هي مثلاً طباخة أو تتكلم في أمور الطبخ والمكياج وترتيب البيت واللبس والأزياء، لكن أن هي باش تكون موجودة كمحللة سياسية مثلاً أو كمحللة اقتصادية أو كناقدة في الأدب وإلا في أو حتى عندها رأي مثلاً في الحياة الاجتماعية، لا هي غير موجودة. إلى الغرب تعتبر تونس رمزاً لنجاح حقوق المرأة في المنطقة، ولكن التصديق على القوانين لا يعني قبولاً فورياً من قبل المجتمع. تونس هي أرسيت منظومة قانونية وتشريعية تدعم المرأة، لكن رؤية المجتمع ما زالت إلى حد الآن كما رؤية المجتمع للمرأة بصفة عامة. المجتمع التونسي اللي يشوف إنه المرأة فما بعض المجالات اللي هي ما تنجمش تكون فيها، ولا يمنحها القدرة على إني تحظى بنفس الفرص اللي يحظى بها الرجل. الإشكالية توصل إلى المرأة عموما في المجتمع التونسي، كيفاش يصورها الإعلام؟ يمثل الإعلام مرآة للمجتمع، وما نختار عكسه له تأثير عميق على الطريقة التي ننظر بها إلى مجتمعاتنا وما نعتبره ممكناً في المستقبل. مساهمة المرأة في بناء السلام في ناحية وضع سياسات، في ناحية المساهمة في اتخاذ القرارات، في ناحية امتلاك الموارد من أجل تنفيذ هذه القرارات هذه، الحقيقة أن النقاط هذه ما هيش متناولة في الإعلام التونسي وبكثرة. الحكومة كانت وضعت خطة وطنية من أجل تفعيل القرار 1325 في علاقة بمساهمة المرأة في وضع السلام، ولكن الأموال اللي رصدت لهذه الخطة هي أموال غير كافية من أجل تنفيذها. الحقيقة فماش وعي بأهمية هذا القرار في علاقة بدعم تواجد المرأة في مستوى مناصب القرار ومشاركتها الفاعلة في إرساء الديمقراطية والسلام في تونس. يتحدى هذا الواقع برنامج زمالة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأحداث كما ترويها الصحفيات للصحفيات من تونس وليبيا، والمنفذ من قبل MICT. يهدف هذا البرنامج إلى وضع المرأة الليبية والتونسية في صلب الخطاب العام. هكذا يتم تدريب وتقديم الدعم ل24 إعلامية تجتمعن معاً في شبكة تدعم مواصلة إعطاء الأولوية للأصوات النسائية الآن وفي المستقبل. كانت وظيفتي في أن أدعم هذا من خلال إكساب الصحفيات التونسيات والليبيات مهارات صحافة الجوال، كيف يمكن أن نستغل هذه الآلية سواء صورياً أو تحريرياً من أجل أن نروي قصصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، من أجل أن ندعم صورة المرأة في الإعلام أو كذلك في السوشيال ميديا. الحقيقة أنه العمل أنه تدريب هذا يساعدني برشا. توا حالياً قاعدة نخدم في مجموعة
من الوثائقيات، فإنه دورة تدريب المدربات اللي قمنا بها في إطار برنامج الزمالة باش تعاوننا برشا في تركيز حقائب تدريبية يمكن بها إنه نقود دورات تدريبية للصحفيات، وأيضا يمكن بها إنتاج محتويات يمكن من خلالها أن نقوم بحملات توعوية للنساء في مختلف المناطق والرجال أيضا في مختلف مناطق الجمهورية في علاقة بالنوع الاجتماعي وتوزيع الأدوار داخل المجتمع وأهمية تمكين المرأة في المجتمع التونسي. مثل هذه البرامج لا تدعم المهنيات الطموحات فحسب، بل تؤثر أيضا من خلال عملهن على الطريقة التي ننظر بها جميعاً إلى المشاكل والإمكانيات في مجتمعاتنا. لا شك أن الطريق ما زال طويلاً، ولكن أياً كان التحدي، فإن المرأة مستعدة للعمل.